اهلا اهلا اهلا، وحشتوني. اليوم زي ما انتم شايفين هفتح البوم جايكو. من ده الالبوم كانت اعتقد فيه 3 نسخ، اللي هي دي النسخة الاولى اللي هي زد، بعدين اعتقد يا او واي يا واي او، ناسي والله يعني بالترتيب انا بقولها. جات مع الطلب المسبق. هذا الفوتوكارت امانة مرة كيوت، مرة شكلها حلو، مرة صراحة. جاء كان وانا بشتري الالبوم وانا بطلبه، جالس اقول اطلب 3 نسخ ولا خل اطلب نسخة. شي قل لي حنين اطلبي واحدة نسخة، طيب حتعرفوا ليش. انا دايما لما قلبي يقول لي اطلبي لازم اسمع كلامه. طيب هاي البنت اللي دخلت معها الجروب اوردر اول مرة في حياتي ادخل معها، طيب المفروض امان شكلها مرة حلو. المفروض دار فيديو انزل. متى نزل اصلا البوم جيهو؟ اعتقد اوغست او سبتمبر، المفروض انه ينزل 23. طيب نحب ينزلوا 24. حرفيا البنت جالسة تماطل. شوفوا انا ما بدي ادخل في نيتها، بس كانت تقول لي امي وجعانة، انا وجعانة، مدري بس امك وجعانة 4 شهور. اي نو، بس انه المفروض تعطي كل واحد حقه، فهمتوني؟ على الاقل ترسل باتشز، انه ترسل مثلا يقول 4 ألبومات كل يوم على الاقل. ما اعرف، تخيل انا ارسلت وطلبت توصيل اغلى شيء، اللي هو لو تعرفوا فاستلو، بالنسبة لشركات التوصيل هو اغلى شيء، وصلوا لكم في يومين بس تدفعوا 50 ريال. تخيلوا 50 أو 51 ريال. قلت هاتي بس جيبي ألبومي. حرفيا تدروا متى اصلا وصلت لي؟ هو متى اصلا قالت هاتوا معلوماتكم؟ ابريل، مو ابريل، شي ابريل، نهاية فبراير، وصل لي في مارتش. تخيلوا وصل لي الألبوم في مارتش بعد إصدار الألبوم 4 5 شهور. ما أعرف إيش تحس أصلا. قلت الحمد لله إني ما طلبت 3 ألبومات، لأني لدرجة إنه خلاص يئست، إنه وكلت أمر لربي، قلت خلاص إذا سرقتني منها لله حرفيا. بس فجأة قلت لها شوفي، ما ترسلي الألبوم يعني تكلمي يقولي، وإذا بترسل هذا بعنواني. فجأة قلت لها، قالت لي ماما، قالت ليش تبي؟ قلت لها جيبي خاص فاست. وقالت لي متأكدة تحسبني ما حدفع؟ قلت لها جيبي إنه أرسل خاص الألبوم، خاص أخلصي. طبعا ما أحط لكم معلوماتها أو أي شيء، لأنه حرفيا ما بأحد يعيش اللي كنت عايشته، فما أحط لكم مكان اشتريته، سوري. نرجع للألبوم جيهو. مرة شكلها حلو، معلش ما تكلمت، ما علقت أول الألبوم، بس مرة شكلها حلو. الأوتفيت وشعرها واللوكيشن يا أخي مرة حلوة حلوة حلوة. أحس كل مالها، ما أعرف، هي مرة حلوة، بس كل مالها بتحلو. كل ما أشوفها أقول او ماي جاد. واحدة مين كان مسوي اللي يجيه في او ماي جاد مرة حلو، شايفين مسوي بيرسينج، يعني انا عارفة مو بيرسينج حقيقي بس اني حبيت. في واحدة سوت ثيرست تراب اللي يجيه هنا، ماذا هي امريكية، مين راحت كوريا بس عشان تشوف، وقالت انه اول ما شافت جيهو في الحفلة بس تقول او ماي جاد انه مرة جمالها اخاك، ورا من جد جسا هي طالعة كلنا مرة منبلها في جمالها. انا من جد مرة حلوة، يعني كيف شو كيف سوي يا بجا كيوت. شوفوا هنا اللبس مرة مو حلو، بس هي بخليته يا اخي يجنن، مرة حلوة يا اخي. كانت بشرتها أسمر من كده، الله يلعن الكوريين، مرة لونها حلو، أحس هذا فوتوشوب حرفيا، أحس بشرتها من كده بيضة، يعني تعرفوا الحنطيين أحسها هي زي كده، زي كا، لا مو زي كا، كايلي أحسه أسمر، بس
بس يعني بشرتها أحسها حنطية، مهم النمرة حلوة أكتر. شكلي حطلب الألبومين الباقية، بس للأسف ما حتيجي مع الطلب المسبق. يا أخي كل مرة وتصير عظام، مرة نحيفة. شفت هذا قلبي خلاص، هذا السيدي اللي ما يعرف السيدي ايش يسوي، تحطوه في اللابتوب تنزل الاغاني على الجوال كذا خلاص. حبيت انها جابت ستيكرز، انا مرة اعشق الستيكرز. افتكر لما حضرتها في اكسو الشنطة حقت السفر لصقت فيها كل الستيكرز حقت اكسو. تخيلوا واحدة كنت ماشية في الفندق قالت لي الله، انه بالانجليزي انه مرة كيوت شنطتي، قلت لها شكرا. انا ما راح احط الستيكرز الحين دي، لو جونا يا رب قولوا يا رب يجونا السعودية حطها على الشنطة حقتي. واحلى شيء لما تكون كذا تكون شنطتك بيضة السكر كذا تكون ألوان، فمرة تدي شكل حلو كيوت. هذه زي البوست كارد، تكتب فيها رسالة يعني الاسم مدري ايش كاتبة، بس حبيت شايفين من فوق كيف المنظر، هي وين في الصور التالية أمين. صورة كيوت شكلها حلو، ترى دي تتفك أو يعني تكون لكم كده واقفة، بس أكيد أنا محفكة. هنا الأغاني كلها حقت الألب، مرة كيوت راسمة كده أشياء يا اخي مرة كيوت. مرة حلوة مرة. دي الفوتو كارد مرة كيوت، مرة حلوة. موت، انا في موت. مره شكلها حلو. لا حرفيا راح يصير الالبومين الباقيه. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم قريبا، ما اعرف متى بس قريبا. باي، احبكم انا وجيو وكل توايس. باي وانز، باي، مع السلامه.